ليفانت تأسست 2016 وكانت هي عبارة عن صفحة بالفيسبوك. طبعاً المكتبة كانت هي مكتبة صغيرة، كان موقعها بشارع الأميرات بمول بابلون. بعدين جتنا فكرة إنه الناس من قامت زاد عددها وقام هم يعطون أفكار إنه المكتبة ليش ما تسوها مكتبة وكافية، لأهم الناس تقعد وهم تقرأ وهم تقدر تستعير كتب تقدر تقرأها. أخذنا هذا المكان من المول، عفنا هذاك المكان وصارت عبارة عن مكتبة وكافية ومركز أيضاً للطباعة. فكرة الكافيه إنه هي جزء من المكتبة، قلنا نقرأ كتاب نشرب قهوة نقرأ كتاب ونشرب عصير. اسمها استوحى من راديو بغداد، من الراديو اللي هو فتشي قديم كلش وحديث ومستقبله راح يبقى طول العمر كاسم، فهو كأنه دريد نجيب عبق الماضي برائحة الحاضر. الديكور اجى من أفكارنا احنا، صممناه بكل زاوية بالكافيه احنا سويناها، وهم استوحينا الفكرة من أشياء قديمة مثل الجرامافون والسيديات مال أو الأقراص مال الجرامافون والصور اللي محطوطة على الجدار ورايا. نقدر نقول إن شاء الله يكون مشروع ناجح كونه هو على أيدي شباب، والأهم أنه على أيدي أصدقاء وبالمحبة والتعاون إن شاء الله يكبر. راديو بغداد مكان يستقبل كثير من المواهب، هو مو بس كافيه، هو مكان للقاء كل الناس اللي تحب القراءة تحب الثقافة وتحب تساعد. عندنا ويانا هميني هاند ميد ألوان، هي مشروع كلش بسيط لدعم الأيتام اللي يحبون الرسم. حبينا نساهم بهذا المكان، نسوي شيء مو بس للقراءة، مو بس إنه نشرب شيء، مو بس إنه نسمع فد شيء حلو، ولكن أيضاً نساعد بهذا المكان. المكتبة أيضاً بها قسم خاص بالطباعة اللي هو مركز فوياج للطباعة، مختص بالكفرات، المقات، التيشيرتات. بدينا هاي بين 2017 مثل ما ذكرت. فالمكتبة كانت بها توجهين، توجه للطباعة وتوجه للكتب والثقافة. مركز فوياج هو مركز متكامل معقول من ذا ليفانت وراديو بغداد. الخصوص هالشيء يعني مثل إذا إجا زبون المكتبة دي يشتري كتاب زين، شاف الطباعة عجبته هالشيء، صار عنده رغبة بالطباعة عن شيء، مثل قرأ مقولة بكتاب عجبته إنه يطبعها على التيشيرت أو يطبعها على كفر أو على ماج زين. هاي خصوص فكرة من راديو بغداد هماتي موجودة بالمركز ويانا، إذا زبون تأخر على الطباعة ما تقدر يقعد يعني إضافة هاي الشيء سبب راديو بغداد يقعد يطلب له في شيء شربه زين، ينتبه الطلبية ما حال ما تجهز لحاجة لا تخلص. طبعا مكتبتنا ب 2018 صارت ايضا دار نشر، تعاوننا ويا مكتبه جسد فصارت مكتبه ودار نشر بنفس الوقت. الحمد لله صارت عندنا عده اصدارات، عندنا اصدار مثلا كتاب شيطان بغداد، عندنا اصدار ايضا كتاب كتابات الروح، انه اي كاتب عراقي اي كتاب اول له نعرضه له بالمكتبه بدون ان نحصل احنا اي نسبه، يعني المبلغ كله والاعادات مال البيع والارباح ترجع للكاتب نفسه، تشجيع منا للكاتب انه هذا اول كتاب اللي عم تكون الارباح له. دائما احنا نساعد بيناتنا. طبعا احنا المكتبه عندنا كل 6 أشهر بدايه كل عطله صيفيه عندنا معرض ليفانت بوك وورد اللي هو يكون دائما بالطابق الارضي للمول. هذا المعرض يستمر دائما من 10 ايام الى 15 يوم. المعرض يكون مو مثل المكتبه، يعني يشمل اكثر تخصصات، اكثر يتعمق بالسياسه وبالتاريخ، اكثر كتب التنميه البشريه، ايضا عندنا كتب المكتبه جرير ايضا تجينا بالمعرض. طبعا المعرض يبدي يا اما بشهر السابع يا اما بدايه شهر الواحد من كل سنه، يستمر مثل ما قلت الى 15 يوم وهذا احنا متعاونين ويا مول بابلون. انا دائما اكون متواجد بهذا المكان، يعني مكان مريح بشكل يجمع بين الكتب والقهوه خلينا نقول بشكل عام، ويقدر واحد دائما يقعد بهالمكان يدرس له شغله. دائما انا اجي ويا جماعتي ندرس نسولف نقرا كتب، يعني نلقى محتويات موجوده متنوعه دائما. دائما نجي انا وصديقاتي نقرا الكتب ونقعد بالكافيه، اكو مكان للطباعه نطبع بها التيشيرتات والكفرات،
دائما يجون الشباب هنا يتونسون. انصح جميع الشباب والبنات ان يبدون المشروع لو حتى بشيء صغير، اهم شيء يثبتون نفسهم بالحياه ويطورون نفسهم شويه شويه ولو راس مال صغير، اهم شيء العمل. احنا هدفنا هو التشجيع والثقافه، والحمد لله لاقينا استحسان الناس بكل مكان.